باب الدلمي، باب في اللقمة إذا سقطت ماذا يفعل؟ تفضل بسرعة بقى. قال رحمه الله: باب في اللقمة إذا سقطت. قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسمي الله وليأكلها. الله أكبر. قال أخبرنا زكريا بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن أنه قال: كان معقل بن سهل رحمه الله يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأمط ما بها من أذى ثم أكلها. قال: فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به. قال له: ما ترى ما يقول هؤلاء العايم؟ يقولون: انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. فقال: إني لم أكن لأدع ما سمعت بقول هؤلاء العايم. إنا كنا نؤمر إذا سقطت من أحدنا لقمته أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. نعم، أقول أخوتي الكرام في هذا الباب أمر عظيم عظيم جل من الأداب التي أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أداب عند الطعام. فانظر أخي الكريم في هذه الأداب، أنه إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها، يمسح عنها التراب وليسمي وليأكلها. لما؟ لأن الشيطان يأكلها. فهو شوف الأدب في هذا الباب هو أن تمسح ما عليها من التراب وتأكلها ولا تتركها للشيطان. الشيطان يشارك في كل شيء، والشيطان أعدى أعدائك ولد أعدائك الشيطان. فبين أن الإسلام من الأدب أولا حفاظا على نعمة الله جل في علاه، أولا حفاظا على نعمة الله جل في علاه، فتمسحها ثم تأخذها وتأكلها. نسام وجد تمرة في الأرض فأخذها ونفضها وأراد أن يأكلها فتذكر الصدقة فخشي أن تكون من تمر الصدقة فتركها، فهو تركها العلة لكنه نفضها وأراد أن يأكلها. وهذه من الأداب. أم مهدي ليس عليك شيء رضي الله عنه. فهذه من الأداب العظيمة التي فيها الحفاظ على نعمة الله جل في علاه، والتي فيها معارضة الشيطان، لأن الحرب اللي لنا بيننا وبين الشيطان حرب مشتعلة مستعرة إلى يوم الدين لا تتوقف. مثل كده حربنا مع اليهود، قضية العمر لا 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 تنفك عنا، قضية القتال مع بني إسرائيل، هؤلاء بني القردة والخنازير. فأقول إخوتي الكرام هذا أدب من الأداب نتأدب به، وأيضا فيها حرب على إبليس حتى لا أكلها. وانظر إلى الصحابة الكرام عندما أكل فسقطت لقمة فأخذها فنفضها، لما سئل قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا، يقول انفضها ثم كلها. وهذه فيها شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه لا نجاة إلا بأن يتبع أنفاس النبي، حركات النبي، ماذا يفعل يفعلون، ماذا يقول يقولون، هكذا في هذا الباب. هذه أنفاس، نعم، نفائس الصحابة يتبعون أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهم لا يتحركون إلا بدليل. وأيضا الإنكار من الجاهل مع غير علم من قصر، لما يكون معه ينظر ما بين يديه الطعام لا يصنع بهذه اللقمة، شوف أنكر بجهل. الإنكار من الجاهل عن غير علم من قصر. قال: فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به ثم بين الناس جهلهم. هذا الذي يحدث الآن، ينكرون على العالم وهم لا يفقهون شيئا، نعم، ويدخلون يسرسلون ولا يعلمون شيئا. قال صاحب: إن كنا نؤمر دلالة على رفع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول كان يأمر بنفض اللقمة يأكلها. وما الدهاقين لهم جهلة، العوام أيضا اللي بيدخلوا علينا دول اللي بيسخفوا أو دول أيضا من الجهلة. أما الحمار الكبير هذا لا، هذا الشيطان أصلا، هذا تابع للشيطان، أذله الله جل في علاه وحقر شأنه وفتن قلبه، لأنه لم ينقد لله جل في علاه ومع العلماء مكانة. وفي الحديث أيضا استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أن يصيبها، وهذا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون ولا تتركها للشيطان، وحتى إن لم يستطع أن يأكلها يطعمها لحيوان أولى من أن تأكل أم يأكلها الشيطان. وقد جاء في رواية مسلم: ولا تترك الشيطان يأكلها. وجاء في أنه لا يدري في أي طعامه البركة، فهو يأخذها ينفضها لأن البركة فيها. والأمر الثاني أيضا للشيطان محاربة. في الحديث فوائد: احترام النعم وتعظيمها، وهذا من باب شكرها، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفضها وأكلها. ديننا دين الأدب. إلى الدرس قبل العصر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.